إلقاء القبض على متهم غرب الموصل سرق جهاز ضغط وأدوية من مركز صحي. هذه هي الممتلكات التي قام بسرقتها، جهاز ضغط وأدوية من مركز صحي. يعني ما أعرف جهاز ضغط تسرقه، أعتقد هو رخيص جهاز الضغط حتى تسرقه. ثانيا ممكن أكو ناس يعني أنت محتاجة لهذا الموضوع، يعني أنت تجي تسرق وأدوية تسرق، يعني إذا أنت مريض وتريد تعالج روحك شو راح تعالج روحك وأنت سارق؟ شلون تريد رب العالمين ينظر لك وأنت سارق بهذا الأمر؟ لا، وتسرق من مركز صحي، يعني تسرق يعني هذا الجهاز الضغط ممكن الناس تحتاجه والأدوية، ما أعرف يعني. وأيضا أنت راح تعرض هواية ناس للمسائل القانونية، يعني هذا الجهاز ممكن والأدوية ذمة أو في عهدة شخص ما، لذلك أنت سرقته ولا تبالي. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الموضوع. لو ملحق يبوق الشهادة ويصير دكتور. هذا أول تعليق من سرهنج. زاد تقول هذا اللي الله قدرك عليه، لو بوقه تسوى عاد. هسه يعني انت تشجعي على السرقة، هسه مو زين باقي بس جهاز الضغط وكم حباية كم شريط. فادة تقول لو شات حيله يبوق حتى الصيدلاني، هو بايقي من الصيدلاني، يعني هو بايقي اوريدي. اخر تعليق من سعاد تقول معقولة الختومات ليش ما اخذهن؟ الختومات لا، هو ترى ما يريد يفتح عياده، هو ما يريد يفتح عياده، هو بس يريد يعني يبوق يعني.